تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من المجلة الأسبوعية بأدنى اللي تجمعنا بكم عبر قنوات التلفزيون الجزائرية. في عددنا لنهار اليوم نتكلموا على تنمية الطاقات المتجددة، ونخص بالذكر طاقة الهيدروجين الأخضر. في المحطة الثانية نتكلموا على تهيئة المساحات الخضراء بمدينة الورود ولاية البليدة. أما في المحطة الثالثة نروح نتعرفوا على عين العرجة، وهو منبع مائي قديم عريق بولاية البيض. هذه هي جملة المواضيع اللي راح نتكلم عليها في هذا العدد، ونقاط أخرى نكتشفها بعد هذا الفاصل. في إطار الانتقال الطاقوي، يقوم المركز الوطني تنمية الطاقات المتجددة ببوزريحة عن طريق ومن خلال فرق البحث بتطوير طاقة الهيدروجين الأخضر الذي يستعمل في عدة مجالات، ويعتبره العلماء اليوم طاقة المستقبل. تقول زميلة كريمة شايا. إن استخدام الطاقات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري كالبترول، الفحم، الغاز، أدى إلى أضرار بالغة الخطورة على الكون كالتلوث. وللحد من هذا التلوث والكوارث البيئية، اتجه العالم بما فيه الجزائر إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة تكون نظيفة وصديقة للبيئة كالهيدروجين الأخضر. وهو الأمر الذي يعمل من أجله المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة من خلال الأبحاث التي يقوم بها لتنمية هذا المجال. مشكل الاقتباس الحراري يعني مشكل كبير يعني، والعالم كله يريد أن يقلل من الاقتباس الحراري، والحل يعني الفعال هو الهيدروجين، استعمال الهيدروجين. العالم كله يعني كاين راهو رايح في بحوث من أجل إنتاج الهيدروجين والتعمد على اقتصاد مستدام. البحوث اللي اندارت من قبل وحنا رانا فيها يعني هي من أجل تخفيض الكلفة تاع الهيدروجين. لما نتحدث عنه كوقود المستقبل، لما نأخذ مثلا البنزين، المعروف أنه الآن البنزين وهو الوقود الأسهل والذي استخدم في خاصة في حظيرة السيارات العالمية، أنه 1 كيلوغرام من الهيدروجين أنه طاقويا يمنح لنا طاقة أكثر من 3 أضعاف من الطاقة التي يمنحها لنا البنزين. أن الهيدروجين هو العنصر المثالي للتنمية المستدامة لأنه عنصر الحياة. باستخدام تقنية التحليل الكهربائي وبوجود الماء وكهرباء من مصادر متجددة نظيفة كالرياح، الماء والطاقة الشمسية، يتم إنتاج هيدروجين خال من الانبعاثات، فهو غاز أخضر يعمل على حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، كونه يعتمد على إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء. بغية التوجه عالمياً حتى تصبح كل الحياة تستخدم الطاقات المتجددة، الآن يأتي الهيدروجين ليشكل الحامل الطاقوي الذي من خلاله نستطيع أن نخزن مختلف أنواع الطاقات. معنى ذلك إذا كان اليوم لدينا محطة للطاقة الشمسية في عمق الصحراء، بإمكان الإشعاع الشمسي الذي يسقط على اللوح الكهروضوئي أن ينتج لنا كهرباء، نضخ الكهرباء في جهاز تحليل الكهربائي للماء، ننتج عنصرين أساسيين الهيدروجين والأكسجين. بداية نقول أكسجين، الآن نحن نعلم بأن الكوفيد الذي اجتاح كجائحة العالم وأصبح هناك ندرة في الأكسجين، أن تقنية التحليل الكهربائي للماء أو تقنية الهيدروجين من مصادر متجددة تستطيع أن توفر للعالم أجمع كل حاجاته من الأكسجين الطبي العالي النقاوة. الهيدروجين لابد الآن أن نقوم بنقله إلى أي مسافة، سواء عن طريق الخزانات، عن طريق الضغط، أو عن طريق إسالته، أو عن طريق الأنابيب المخصصة للهيدروجين، أو مخلوط مع الغاز الطبيعي، وفي أي منطقة في الوطن أو في العالم، نعيد إنتاج الطاقة الكهرباء والحرارة عن طريق خلايا الوقود.
نبحث كيف استعمال الطاقات المتجددة الجزائرية في الصحراء تاعنا من أجل إنتاج الهيدروجين، نستعمل كيفاش نحل المشاكل للمياه مثلا لما نستعمل تحليل الكهربائي للماء. هنا الجزائر عندها مشكل في الماء، يعني لازم نحلوا المشكل تاع الماء، لازم نحلوا كل المشاكل التي هي خاصة في الجزائر. يعني ما هو التأثيرات تاع الهيدروجين على الاقتصاد الجزائري، وكيف يقدر ينمي الاقتصاد الجزائري بطريقة فعالة؟ هذا نموذج آخر يبين لنا كيف يعمل خلية الوقود بتخزين الهيدروجين مع لابوتي الهيدروجين. يعني الهيدروجين خاصيته هي قدرة على التخزين. تخزين الهيدروجين يسمح لنا باستعماله في كل وقت وأي مكان. وفي التخزين عندنا عدة طرق يتم البحث عليها، تخزين على الشكل السائل الصلب أو غاز مضغوط. الهيدروجين هو ناقل للطاقة، والهيدروجين هو أحسن وقود لخلايا الوقود فيول سيلز، بما يسمى فيول سيلز. خلايا الوقود هذو يحولوا الهيدروجين إلى طاقة كهربائية وإلى طاقة حرارية بفعالية كبيرة، يعني من 60 إلى 70%، وهي فعالية تفوت المصادر الكلاسيكية. إضافة إلى هذا، وفي أحد مشاريع البحث العلمي يعمل فريق بحث شاب بالمركز على تطوير جهاز توليد الطاقة يعمل بطاقة الهيدروجين. كل ما يحتاجه الجهاز الماء والكهرباء. كما قام الباحث رفيق مجبور بتطوير دراجة هوائية تعمل بنفس الطاقة. يوجد هنا قارورة تحتوي على غاز الهيدروجين، والذي يعمل بتغذية هذه الآلة التي تسمى ببيلا كومبستيبل، والتي بدورها تقوم بإرسال الكهرباء إلى المولد الكهربائي، إلى المحرك الكهربائي. هناك طرق أخرى لإنتاج الهيدروجين، طرق واعدة مثل الفوتوكاتاليز أو التحفيز الضوئي الذي يستعمل الضوء والمحفزات الكيميائية لكسر جزيء الماء. وهناك كذلك طرق أخرى باستعمال النفايات ومياه الصرف. هناك كذلك طريقة أخرى واعدة هي البيو إلكتروليز. تتم هذه الطريقة نفس طريقة التحليل الكهربائي للماء، ولكن باستخدام البكتيريا كمحفز بيولوجي لأكسدة المواد العضوية المتواجدة في مياه الصرف. غاز الهيدروجين يتميز بخصائص تؤهله أن يكون كما سماه العلماء وقود المستقبل، وهو وقود نظيف آمن بيئيا. أما الآن نزور حدائق ولاية البوليدة مدينة الورود مع المؤسسة العمومية متيجة حدائق، التي تعمل على استحداث وخلق المساحات الخضراء داخل الأحياء العمرانية وصيانتها، بهدف تزيين الولاية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. نشاهد هذا الروبورتاج من إعداد صبر نعلوش. تستعيد مدينة البوليدة بريقها شيئا فشيئا، حيث يتم تحديث العديد من المساحات الخضراء بمختلف الأحياء، كما هو الشأن هنا بشارع طبال.
أين تم استعادة هذا الفضاء الذي كان عبارة عن شبه مفرغة عشوائية؟ وهذا بغرس مختلف النباتات والزهور من طرف المؤسسة العمومية متجاه حدائق. والجميل الذي يليق بالولاية. نشاطها يعني واسع على مستوى 25 بلدية، يعني اللي تتكفل بصيانة المساحات الخضراء وشبكة الطرقات والتطهير. يعني المؤسسة يعني خلال استراتيجية السلطات الولائية لاستحداث العديد من المساحات الخضراء، باشرت المؤسسة باستحداث المساحات الخضراء على مستوى بلدية البليدة وعلى غرار بلدية بوفاريك وموزايا. كل هذه المساحات الخضراء والهدف منها هو التوسع مثل الفضاء الأخضر داخل المحيط العمراني. تتم العملية تنسيقا مع مختلف المديريات كالأشغال العمومية ومديرية البيئة والمصالح التقنية المختلفة البلديات. كما تم استحداث مساحات خضراء بحي بن بلعيد، هذا الحي الشعبي العتيق الذي كان بأمس حاجة إلى هكذا حديقة لتحسين الإطار المعيشي للسكان. المساحات الخضراء شيء جميل، ونتمنوا باش تكون كل المساحات خضراء، كل الجزائر خضراء. كانت قدرو، كانت احجار، كانت يافي نيمبورت كوا. الحمد لله جات البلديه ولا الاعضاء اللي متكلفين. تم اختيار هذا الحي بالتنسيق مع المصالح التقنيه البلديه، وهذا من اجل كثره الطلبات على تهيئه هذه الاحياء، وايضا حتى تدخل المحيط الاخضر، يدخل داخل النسيج العمراني. على مستوى هذا الحي برنامج خاص بالتحسين الحضاري، يعني اعاده تهيئه حي بن بلعيد، وثانيا إعادة تجديد الإنارة العمومية لهذا الحي. وطبعا يعني احنا رانا في طور الإنجاز. في هذا الإطار قمنا بتحسين الرصيف وتحسين المناطق خاصة مساحات خضراء وكذلك مساحات أخرى للعب. والإنارة العمومية لقد تم يعني إنجازها 100%. أما فيما يخص التحسين فهو في حوالي يعني تقدم الأشغال هو حوالي راهو 70%. قدموا لنا الحومة وردوا أخر من اللي كانت واستيكوا لنا مليح. لاحظنا بعض السلوكات الغير حضرية لبعض المواطنين الذين يقومون برمي أكياسهم وقاروراتهم داخل هذه المساحة، فمن يتحمل المسؤولية؟ كونوا جاهزين، احنا دايرينهم هاك بالبلد هيك هاك شكارا، ما بش يرموه ما يرموه هنا، مش عارف دراري صغار كيكونوا داخلين. السكان، الأطفال، الكبار، الصغار، كلهم يشعروا بلي أنهم معنيين بهذا الأمر ويحافظوا وانتهى الأمر. حاجة بسيطة، أنا اللي ما ينقيش ما يرميش. سجلنا بعض الملاحظات والتجاوزات غير حضارية بالتعدي على مختلف النقاط الخضراء، وبالتالي نحن نقوم بك احنا مجموعة خلية تحسيس وتوعية أننا نخرج ونقوم بمختلف النشاطات الميدانية، سواء بالتنسيق مع المجتمع المدني أو عن طريق مختلف المؤسسات الإعلامية لبحث رسالات هادفة لأجل الحفاظ على مختلف المكتسبات أو عن طريق اللوحات والشاشات. تنقلنا إلى حي بن يوسف عبد الله المعروف لدى العامة بحي ستراسبورغ، أين تم تهيئة فضاء للعب للأطفال مجهز بمساحة خضراء. ما
نظرا لطلبات المواطنين تم يعني استحداث يعني فضاء للراحة ولقى استحسان كبير من عند المواطنين، وهذا إن شاء الله حيكون مكسب للسكان سكان هذه المنطقة. المؤسسة منذ استحداثها في 2016 يعني قامت باستبدال إن صح التعبير باستبدال كل نقطة سوداء، يعني كل نقطة اللي كانت مفرغة عمومية ومفرغة عشوائية بنقطة خضراء. المؤسسة وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار الأيام الأسبوع 7/7 تقوم بالصيانة الدورية للمساحات الخضراء والحفاظ على هذه المكاسب المهمة من المساحات الخضراء في البوليدة. لغة الأرقام، إذا يمكن إشارة بلغة الأرقام، تم صيانة 500 هكتار من المساحات الخضراء وغرس 5000 شجرة و125 ألف بين شجيرة وشجيرة صغيرة، وكذلك بتنظيم حملات تطوعية خاصة المساواة مختلف النقاط السوداء بالاشتراك مع مختلف المجتمع المدني، مع المديريات أخرى ومع البلديات. هي فعلا مكتسبات يجب الحفاظ عليها، فالمساحات الخضراء لا تجمل المحيط فقط بل وتبعث الراحة في الأنفس كذلك، لذا لابد من تضافر جهود الجميع. إذن من الضروري تضافر جهود الجميع والتحلي بسلوكات حضارية راقية للمحافظة على هذه المكاسب الخضراء. أما الآن نزور المنطقة القديمة العريقة بوابة الصحراء بلدية الشلالة ولاية البيض، نتعرف على عين العرجة وهو منبع مائي قديم عريق بالمنطقة، يعتبر مورد بيئي هام لساكنة المنطقة. أما الآن تعمل الجهات المختصة لإعادة الحياة لهذا المنبع المائي، يقول مصطفى بن دهينة من محطة بشار. قيل أن العيون الجارية والشلالات الكبيرة والصغيرة كانت سبباً في تسمية هذه المنطقة بالشلالة، وهي من المناطق التاريخية والأثرية بولاية البيض، وبالشلالة تستقبلك عين العرجة. هذا جدهم يقول له العرجة، هو اللي كان هنا يسكن وكان يخدمها، سموه العرجة، سموها عليه العرجة. وكان يجيها الناس من كل جيب من كل شوف هذاك الجبر راه وين كانت الناس تجيب زوايل وتدي الخريف منه، يقول لها الصم، يقول لها الصقعة، يقول لها الشقوق، يقول لها كاع هذه كانت الناس تتلاحق هنا عند الحاج عبد القادر. واش يدوا من هنايا؟ يدوا الخريف، الكرموس، الرمان، المشماش، راكمها السجرات، كل الأشجار اللي كانت تثمر هنا كانت حتى في التلمون كل ما تلقاش. احنا بزوز كنا نجيبو زويل ونلقطو، يبعثونا الشوابين نعمرو قناين وندوهم. هذاك الخريف كانت ناس تتلمد قبائل ويديروا الطالب والمال يمشي بيت. حسب الدراسة التقنية للموارد المائية فإن كمية المياه بها 20 لتر في الثانية، يعني مورد مائي احنا افاق كافاق مستقبليه. نود انه يكون مشروع ان تدعيم كل بلديه شلاله مركز يكون فيها تدعيم، يكون بكفايه ممكن يستغلها سياحيا كذلك. اكيد انه تدعيم البساتين بالشلاله القبليه التي المغطاه بالمحاذاه بالقصر القديم بالشلالة القبلية، أنه وهو مورد من موارد السياحية التي يتم جذب بها السياح. هناك يعني الناس كثيرون من أتوا إلى عين العرجة، حيث كانت كما قلت هي المأمن، وكذلك كانت يعني مأمن غذائي، لأنها هي شهدت عين العرجة نشاط زراعي آنذاك يعني بالوسائل اللي كانت متوفرة يعني في تلك الفترة. عين العرجة منطقة سياحية وفلاحية بامتياز، وقد تصنف مستقبلا ضمن المناطق الرطبة،
حماية للبيئة والمحيط. على المنطقة هذه عين العرجة هذه احنا فيها بعد اولا فيها اولاد العرجة وفيها من العرهوش ثاني، وهي هذه المنطقة هذه كانت مركز عبور، وثانيا منطقة زراعية كانت همزة وصل ما بين البلديات ما بين ولاية النعامة ولاية البيض ولاية أضرار، خطر هي كانت منطقة زراعية كانوا الناس يدوا منها الخضرة والآخر مالها فلاحة. حنا نطلبوا من السلطات المحلية يشوفوها، خطر العين ديجا راك تشوفوا فيها كاع بلا ما نحكي لكم. ماذا بينا حنا كاع الأهل تاع المنطقة هذه يرجعوا يفلحوا فيها والناس تنتج منها. هذا المورد المائي يعد مصدر من المصادر التي يتم اتخاذها بالأولوية، وكانت فيها لإعادة الاعتبار لهذا المورد المائي، كان فيه إعادة الاعتبار لهذه من بينها عين العرجة. هذه العرجة التي تقع على بعد 3 كيلو من الشلالة القبلية، في مؤخرا تم تسجيل لها عملية الربط بشبكة الكهرباء لمفوضية تنمية المناطق الزراعة بالمناطق الصحراوية على مستوى ولاية ورقلة. هذه الشركة تم ربطها بشبكة الكهرباء، ومؤخرا سيتم إتمام الأشغال بربطه بالبساتين، تدعيم البساتين بالشلالة القبلية. الطريق إلى عين العرجة يأخذك عبر جماليات المنطقة، وفي نهاية المطاف يستقبلك هذا المنبع المائي بباقة من الورود. وللتاريخ، هذه الشجرة، شجرة المشمش، ما زالت كالشاهد على عراقة المنطقة وأصالة الإنسان. أما الآن في صورة العدد رح نشوفوا بعض الصور حول موضوع تحلية مياه البحر. نتعرفوا على محطة استراتيجية هامة بولاية عين تيمشنت وبالضبط بشاطئ الهلال ببنيصاف، محطة مجهزة بمعايير جزائرية ودولية تستفيد منها العديد من المناطق. نشاهد هذه الصور. إلى هنا وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم. كانت هذه جملة المواضيع والنقاط البيئية اللي حضرها لنا الطاقم الصحفي للمجلة. لانشغالاتكم البيئية صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة أسفل الشاشة تحت تصرف الجميع. في الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمكم. إلى اللقاء.